السلام عليكم البنات والإخوان، تحية كبيرة لكم وشكر جزيل للناس اللي انضمت للقناة، وهذا الشيء فرحني والله يفرح كل واحد كيساعد وكيفرح خوه المسلم. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ومفيد كيف العادة، غادي نشارك معكم تجربتي مع هذه الآلة أو الهشواغ المتعددة الاستعمالات. أنا بديت لكم بهذا المقطع القصير ديال الإينوكس اللي غادي نشارك معكم في الجزء الثاني ديال الفيديو. غادي نبدأ بديال الزاج ونقول لكم شنو وقع لي معها. بطبيعة الحال هاد الهشواغ راه دايرة ضجة في الأسواق، اي معلومه لازم تعرفيها كاينه في هذا الفيديو. وغادي نبدا بطبيعه الحال كما قلت لكم بديال الزاج. كنت خديتها قبل الحجر وملي وقع لي فيها مشكل رديتها وتسنيت حتى سال الحجر باش جاب لي ديال الاينوكس. داكشي علاش غادي تلقاو كما قلت لكم جوج ديال الاجزاء، وفي الحجر راكم عارفين ما كانت لا سلعه لا حتى شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا هذه ديال الزاج، المكونات ديالها راه كتكون هذا الجزء هذا اللي كيكون فيه المحرك، المحرك اللي ما خصش هاد البارتيه هادي تقاس نهائيا بالماء، ما خصوش يدخل الماء لداخل. الا دخل صافي راه مشات لا ماشين، ما بقاتش غتخدم، كتحرق كيف ما كتعرفوا. فيها هاد الغطايه هادي. بالنسبه للالوان راه كاينه الوان متعدده، فيها هاد الموس هذا اللي فيه ربعه ديال اللامات اللي كيكونوا ماضيين. ردوا بالكم من ناحيه الغسيل، صراحه جرحتني واحد الجرحه خايبه اللي ما براتليش على مده، يعني كانت جرحه اللي هي عميقه صراحه خايبين في الغسيل. لهذا خديت انا شيته ديال سنان جديده وخصصتها غير هاد الماس هادو. هكاك صراحه كتنفعني، كتحيد ليا كاع داكشي ديال الخضر اللي كيبقى، الحوت الا طحنتو، الكفته ديال الدجاج، صراحه نفعتني. وبالنسبه للموس الثاني كيكون قصير وكيكون سميك على هاد الشكل، كيكون فيه غير جوج ديال اللامات. بالنسبه لهذا كما قلت لكم خاص بالخضره، اللحم وكل شيء، يعني هذا كيكون خاص بالمكسرات، داكشي اش كيكون صحيح. هذا راه كيكون رهيف، راه قال لي مول المحل راه يقدر يتهرس، وراه كاينين موجودين كيتباعوا، يعني هذا ما كيشكلش مشكل، راه كيتباعوا. راه عطاني واحد غراتوي، قال كيتباعوا ب 30 درهم. المهم انا راني رجعت هاد لا ماشين، راه ما بقاتش عندي، راه جبت ديال الاينوكس، غنشارك معكم كل شيء. بالنسبه للثمن راه كيتراوح ما بين 130 درهم وطلع الفوق، يعني على حسب لي وات البويسونس، القدره ديال هاد المحرك. كتلقاو فيها الماركه ديال المانيا، كلهم كتلقاو فيهم ماركه ديال المانيا، ولكن هذا الشيء ما يغركمش البنات، ما يغركمش، لان راه صراحه كيوقعوا فيهم مشاكل. كيف ما قلت لكم راه الا كان من 200 واطو الفوق راه مزيانه، من 200 واطو لتحت راه تتكون ناقصه، يعني ما تتكون شي حاجه مزيانه، راه ممكن تخسر. بالنسبه للزاج كما كتشوفوا الزاج ديالهم راه زوين وسميك وقاسح، ويعني عفوا ثقيل ثقيل، ولكن المشكل اللي كاين هو هاد البارتيات اللي كيكونوا لداخل هكا بومبي، هاد الدريجات اللي كيبانوا لكم خارجين هكا، هادو هما المشكل انا فيهم، وقع لي انا المشكل. بالنسبه للماس حاولوا تجربوا الماس تما، كيكونوا بعض الماس اللي كيكونوا طوال كيقيسوا لكم دوك الجنيبات، فانا كنفضل الا كانوا هادو ديال الزاج. انا ما قلبت باش نشوف اللي كاينين هكا، يعني سامبل ما فيهمش هادوك البلايص اللي بومبي هكا كم دوك الدريجات. انتم غتشوفوا معايا مزيان، راه الا كان كيبان لكم واحد البارتيه شي شويه بيضاء، انا كنحاول نبينها لكم بيديا، راه كتبان لكم واحد الضريبات. سببهم هما هاد الماس هادو، اللي لاحظتوا راني حيدت الصوت، سمحوا لي، راه كان كيتسمع الصوت هكا كيتقاسوا، يعني مزيان دوك الماس كيقيسوا داك الزاج بزاف، دوك التدريجات تيقيسوهم وكيبدا يهرس لكم داك الزاج. ملي كتكونوا كطحنوا راه كيتزعزع داك الموس، ملي كيتزعزع راه كيضرب كيضرب لكم داك الزاج ديال الجناب وكيطير منه طروفه ديال الزاج. انا راه لقيتو طاير، راه لحت ماكله على قد يعني بكل ما فيها، وكانت مكلفه لحتها كامله بسبب هاد المشكل هذا، لان حتى بديت كنغسلها وانا لقى داك البلاصه حرشه، يعني اكتشفت من بعد بان هادوك الماس هما اللي هرسوا لي دوك الطريفات ديال الزاج وتطحنوا لي، ما عرفتهم طحنوا مع البصله مع الربيع ما عرفتش، ولكن لحت الماكله كامله باش ما نريسكيش بصحه حتى شي واحد. كما كتشوفوا راه كتبان دوك الحفيرات هكاك، راهم باينين كيف ما كتشوفوا معايا، هي راه باينه هنا واضحه، راه طار لي هنا طرف ديال الزاج، صراحه راه خطيره صراحه. ردوا البال من الماس، يعني ماشي كنقول لكم بان الزاج خايب ولا شي حاجه، ردوا البال من الماس ديالهم، يكونوش طوال وكيوصلوا حتى الجناب ديال 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 الكاس ديال هاد المول هذا، حاولوا تجيبوا الماس اللي تيكونوا قصار، ردوا البال من هاد القضيه. المهم انا فاش رجعتها لمول المحل هو براسو كيف ما كتشوفوها انت راه واضحه واضحه هنايا الضربه، هو براسو شنو قال لي، قال لي اه فعلا راه الماس طوال عند هاد سميتها هاد الماكينه اللي خديتي، خداها من عندي بلا هضره بلا حتى شي حاجه صافي، وقال لي حتى نجيب لك ديال الاينوكس. كنت باغا ناخذ ديال البلاستيك، ولكن ديال البلاستيك البنات نصحوني صحاباتي قالوا لي حتى هما كيتقشروا من جناب كيوقع فيهم مشاكل، كاينه اللي تهرسات ليها، فما بغيتش نغامر. ودابا غادي نخليكم ندوز للجزء الثاني ديال لا فيديو اللي صورته مع ديك لا ماشين ديال الاينوكس، وتاخذوا المعلومات الكافيه عليها.
اذا البنات اخيرا ولله الحمد جاب لي هاد لاشواغ او القطعه ديال الاينوكس كيف ما كتشوفوا معايا بدلت ديال الزاج. راكم شفتوا في الاول ديال لا فيديو يعني المشكل اللي وقع ليا في ديال الزاج. انا جربت ديال الزاج كنشارك معكم داكشي اللي جربته انا واللي نقدر نشهد به. بالنسبه لديال البلاستيك انا غير صديقات ديالي قالوا لي بان ما صدقتش ليهم ولاحوها تهرسات وكاع تجرحات من الشناب لان بحكم الماس كيكونوا قراب لان الماس البنات ردوا البال الماس اللي تيكونوا طوال راهم تيقيسوا لكم الجناب ديال الزاج وديال البلاستيك. يعني هذا انتم شوفوا واخا كتزعزع لي الموس هكا ما تيقيس ليش الجناب نهائيا. تلاحظوا ما كاينه فيه حتى شي جرحه ولا انتم لاحظوا. بالنسبه لديال الزاج وديال البلاستيك الماس كيكونوا طوال ما عرفتش المشكل فين واش الماس طوال واش هي ما واسعاش بحال هكا. المهم صراحه لان ما بقاتش عندي الاول ديال لا فيديو راه ديجا صورته من شحال هادي اذا بقى عندي لا فيديو قلت غادي نعطيكم المعلومات اكزاكت نلاصق لكم الفيديوهات. المهم بالنسبه لديال هذه ديال اينوكس صراحه صدقات حسن عمليه. باش عرفتها اينوكس باش كتعرفوها كتاخذوا معكم العيار. انا عندي هذه ديال الثومه كلكم عارفينها كتلصق في الحديد هي هذه. المهم كان جربتها لقيتها فعلا كتلصقش فيها نهائيا. لاحظوا كتلصقش نهائيا فيها اذا كيف ما كتلاحظوا ها انتما ما كتلصقش. اذا هذا اينوكس. وزياده على هذا ما اكتفيتش غير بهذه القضيه ديال العيار. موالفه انا بحال هادشي اللي كنخاف منه انه يخسر ليكش كندير كنغسلو كنمسحو كنشفو مزيان وكنجمعو في لومبالاج ديالو. هذه لا كنت كنغسلها وبعض المرات كنخليها كنطحن فيها وكنخليها كنقول حتى نساليش غالي ونطيب عاد نغسلها. وكنغسلها وكنستقطرها بحال المعنات يعني ما كنشفها ما والو كنخلي فيها الماء. ها انت ما صدات ما والو 15 يوم دابا وانا كنخدم فيها. كما كتعرفوا انا راه حتى لورا الحجر عاد جابها ليا لان بحكم ما كانتش سلعه وداكشي. المهم كنخليها ما كنمسحها ما حتى شي حاجه يا البنات حتى كتنشف على خاطرها ما صدات ما والو. يعني نورمالمون الا كانت ماشي اينوكس راه غير كتخليها يعني جوج مرات حتى لثلاثه يعني كتستقطر هكاك راه كتصدي ضروري غيبان فيها شويه الصدى. هذه راه ما وقع ليها حتى شي حاجه يعني كيف ما كتشوفوا على عينيكم. بالنسبه للماس ديالها الحاجه اللي غادي نبارطاجي معكم هي الماس. هاد الماس هاد الفيسات اللي كيكونوا هنا هذا راه بدلت الموس الاصلي ديالها. الموس الاصلي ديالها فاش عطاه لينا جربته يعني لقيت بانه هاد الفيسات هادو اللي هنا صداو المره الاولى وحطيته بعيد ما حطيتوش مع المعنات حطيته بعيد. المهم صداو يعني شديت شيته ديال السنان قلت ربما غير شي حاجه ماشي صدى حكيتها مزيان وبقى ديك 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 داك اللون البرتقالي ديال الصدى. عاود عاوتاني خدمت بها حتى حكيتها ما بقاش كاع كيطلق داكشي وعاود خدمت بها وخليتها ثاني كتسقطر بحال يعني عادي حطيتها بوحديتها على جنب في شبكه كتسقطر. فعاوتاني صداو ليا دوك الفيسات فمشيت عنده وريتها له عطاني هاد الموس جديد وعطاني هاد الفيسات حتى هما جداد حتى هما ما كيصديو ما والو. دابا راه اسبوع وانا خدامه بها عاوتاني لان جبتها 15 يوم. الاسبوع الاول وقع لي هذا المشكل ديال الفيسات وقع لي المشكل ديال الفيسات صداو ليا رجعتها له. دابا الاسبوع الثاني هذا هو اللي خدمت بهذا الموس هذا. المهم صدا ما والو. المهم ردوا البال من هذه القضيه وقولوا هالسيد اللي غتاخذوها من عنده باش ما توقعوش في هذا المشكل هذا ويضيع لكم الموس. هو راه كيتباع ولكن ما كاينش بنادم يشري شي حاجه اللي ناقصه. ردوا البال يكونوا هاد الفيسات هادو يكونوا لامعين. راكم عارفين الفيسات اللي كيكونوا حديد هادو خصهم هاد الفيسات يكونوا لامعين هكا اللون ديال الاينوكس راهم ها انتم كتبان لكم كنظن. هادوك اللي جبت في الاول غير ما رديتش ليهم البال راه كانوا في اللون ديال الحديد المهم الالومنيوم شي حاجه بحال هكا باهته ما لامعينش بحال هكا. هادوك صداو ليا. المهم ردوا البال من هاد القضيه هادي. صافي هذه هي لا ماشين كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نطحن معكم مطيشه دابا تشوفوها معايا. ها هي مطيشه راه انا ديجا دايرها غسلتها وحيدت لها داك الرويس ديالها وخليتها بالزريعه غادي نصفيها انا يعني كتطحن مزيان. بالنسبه لهذه ديالها هو هذا كيف ما كتشوفوا هو هذا. المهم راه فيه فيتاس مجهده وفيتاس خفيفه. المهم هاد ما خدامش ما كيخدم لياش نهائيا ما عرفتش. المهم قال لي راه ما تيخدمش هو دايرينو ديكور. المهم هو هذا كما كتشوفوا معايا راه حطيتها هنايا راها سردات ها انتما شوفوا. المهم هنايا انتما غادي تشوفوا معايا ملي غنطحنها نوريكم التطبيق داكشي باش ما نحرقش المراحل. المهم غادي نركب ليها البريز. البريز هنا بعيد. المهم كنحطوا مطيشه ديالنا نجربها معكم باش تشوفوا. المهم غادي ندير كميه قليله. بالنسبه للكفته ديال الحوت
كطحنها روعه. الكفته ديال الدجاج يعني اللحم اللي ما جربتش صراحه البنات، ولكن كنظن بان غطحنه لان طحنات الدجاج وطحنات هذاك الشيء غطحنت هذا اللحم. غير هو ديروا كميه قليله، كميه قليله يعني ما تفوتوش هذا المواس، يعني بنادم يدير كميه قليله راه كطحن في ثواني، ما غتسناوش نهائيا دقيقه ما غتوصلوهاش، كيطحن يعني بسرعه دقيقه راه طحن الكميه كامله. يعني لا الا حاولتي عليها، لان ملي كدير كميه قليله راه كتحاول على لا ماشين. بالنسبه لهذا ديالها هو هذا اللي كنغطيو بها، هي هذه كنديروها لان ضروري هادو خصهم يكونوا لتحت. ها هما نحطوها بهذا الشكل، هذا بهذا الشكل. بالنسبه لواحد القضيه، الماس اللي كنت جبت في الاول، هذا الموس اللي كنت جبت في الاول ما كانش كيتحرك ليا، ما عرفتش علاش شنو المشكل. هذا كيتحرك ولكن ماشي مشكل، هذاك الشيء انه كيتحرك راه ماشي مشكل. صافي ها هي صافي بحال هكا. بالنسبه للطريقه ديال الطحين المهمه ندير لكم باش تشوفوا. المهم ما تبقوش مركين مده طويله البنات، ما تبقوش مركين مده طويله لان كيسخن الموتور. بالنسبه لواحد القضيه ديال الزاج هذه ديال اليونوكس صدقات لي احسن من الاخرى، يعني واخا تنطول واحد شويه ما تتقش لي ديك الريحه. هادي بعدا ما وقعش ليا المشكل اللي وقع ليا في ديال الزاج، ديال الزاج الا طولت فيها الطحين بحال هكاك كيسخن لي هاد البلاصه كتسخن، هادي ما كتسخنش ليا دغيا. ديال الزاج كانت كتسخن ليا دغيا، كانت عندها هادي ديال البلاستيك كانت كتسخن ليا دغيا وكتطلق واحد الريحه ما زويناش. يعني عارفين نتوما الريحه ديال هاد لي ماشين ملي كيبغيو يتحرقوا ولا هذا، ديك الريحه صراحه الحاجه اللي بغيت ننبه ليها بعدا قبل ما نوريكم الطحين، هو كيتقاس هاد البلاصه هادي. يعني ملي كتقاس بحال هكا انا شنو كندير، كنجيب سربيته كنحطها معايا. ها نتوما شوفوا هادي هادي، كنحاول نمسح هاد البلاصه هادي وما تقيسوهاش بالماء نهائيا، حاولوا غير تمسحوها، حاولوا غير تمسحوها صافي، ما تقيسوهاش بالماء هكا كتحافظوا عليه اكثر. المهم راه كندير بابي كويزين، راه غير دابا كاينش حدايا هنا المهم بابي كويزين باش كنمسح دائما هاد البارتيه هادي، المهم باش ما تخسر ليناش راكم عارفين. لاحظوا معايا شفتوها، شفتوها كي طلعت. و الا بغيتو تزيدو طحنوها اكثر من هكا كتزيدو طحنوها اكثر من هكا. المهم هي هادي، هي هادي ماطيش ديالي، ما بقات كتبان لا قشره لا زريعه لا حتى شي حاجه، كنظن راه باين. ها نتوما مهم. بالنسبه للكفته راه دابا نصور حتى الكفته، غادي نطحنها وغادي نصورها معكم تشوفوها كيفاش دايره، ونشارك معكم نيت الطريقه ديال كندير انا في الكفته ديالي. مهم هذه هي لا ماشين. بالنسبه للثمن، الناس اللي غيسولوني على الثمن، انا خديتها ب 200 درهم 4000 ريال 4000 ريال. ما عرفتش الثمن ديالها صراحه، ما سولتش لان ملي وقع لي مشكل في ديال الزاج مشيت وليت كنقول يا ربي غير جيب لي ديال الاينوكس، ما بقيتش كنسول على الثمن نهائيا. ممكن كاين الناس اللي غتلقاها رخص ولكن الناس اللي غتلقاها غلا، المهم انا خديتها ب 200 درهم. بالنسبه لديال الزاج وديال البلاستيك راه غالبا غالبا في معظم المدن المغربيه تتلقاوها ب 130 درهم. يعني انا كنعرف الناس اللي خداوها في مدن وحده اخرى واللي خداوها هنا نيت في كازا 130 درهم، الا اللي باغي يزيد في السلعه ديالو كيبقى داك بعشره ما تقدروش تحكموا. بالنسبه لهذا الشيء اللي كيخص هاد لا ماشين هادي كنظن كلشي شاركته معكم. بالنسبه لي موديل راهم كاينين كثار، حنا ما كانش عندنا الفرصه اننا نختاروا اولا يعني نعزلوا شي ديكور اللي باغيين، لانه اصلا ما كانتش السلعه يعني بزز باش لقالنا هذه، ما كانتش السلعه كتدخل ولا كتخرج راكم عارفين في فتره الحجر، وما كناش كنقدروا نمشيو. يعني حتى اتصل بينا هو قال لنا راه وقيت لكم وحده، صافي مشينا لقينا ديك الوحده بحال لقينا يعني الحل المشكله، انا كنت محتاجاها ورمضان دوزتو بلا بها، وانا كنت شاريها على اساس انني ندوز بها رمضان، ما كتبش الحمد لله على كل حال. المهم انه في الاخير جابها ليا وانها كتنفع وكتعتق وكتنفعك بزاف بزاف. المهم البنات واحد المعلومه اضيفوها للمعلومات اللي عندكم بخصوص هاد لا ماشين هادي، هي الثمن. راه ملي كيطلع الثمن راه سبق وقلتها، ملي كيكون الثمن طالع اولا كيكون منخفض الثمن راه هادشي راجع للقدره اولا لا بويسونس ديال المحرك. دائما كتشدوا الكارطونه ديال لا ماشين اللي نتوما باغين تاخدوها كما بغات تكون كهربائيه، كتشوفوا شحال من واط فيها. الا كانت سورتو هاد الهاشواغ هادي الا كانت فيها من 200 واط والفوق راه الثمن كيتراوح ما بين 200 درهم حتى ل 500 درهم قد ما طلع الواط، قد ما كانت اكثر من 200 واط. وإلا كان قل من 200 واط قد ما قل عاوتاني قد ما قل الثمن، داك الشيء كيتراوح حتى من ما بين 130 درهم حتى ل 150 درهم. دائما ردوا البال للمعلومات اللي كتكون في الكرتونه.
المهمه البنات ديال الاينوكس كتبقى مامنه، كتاكلي الماكله اللي انت طحنتي فيها وانت مرتاحه، ما كتخافيش لا تهرس لك لا حتى شي حاجه، ما كتصدي. بعدا انا كيف ما شفتوني جربتها 15 يوم على قبل انني نوريكم النتيجه ونعطيكم معلومات مهمه اللي تنفعكم، ما صدات ليا ما حتى شي حاجه. وبالحق تاخذوا هاد ديروا هاد القضيه اللي درت انا، يعني العيار وديروا مع مول المحل اللي غتاخذوها من عنده، انه الا صدات تردوها له، والا خسرات تردوها له، الا كان يعني ماشي نتوما كنتو السبب في الخسران ديالها راه غتردوها له. هادشي اللي درت معاه انا، قلت له اي مشكل غادي يوقع فيها راه غادي نردو لك، الا كنت انا اللي تسببت في المشكل، ديك الساعه انا اللي تنتحمل المسؤوليه. دائما ديروا كما كنقولوا المغاربه كلنا بيعوا مقال، ديما بيعوا مقال. صافي هادشي اللي كاين، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون فعاتكم واستفدتوا منها ولو القليل، وكنتمنى ما توقعوش في الخطا اللي وقعت فيه. هادشي اللي كاين، اذا دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.